الفنانة القديرة فادية خطاب ونقيبة الفنانين السابقة، حاليا عم نشوفك بكواليس تصوير مسلسل فرصة أخيرة، فينا نحكي ملامح عامة عن شخصيتك بهيدا العمل؟ يعني هن أسرة كتير أرستقراطيين كتير، وهي يعني تقريبا هي الرئيسية، إنه اللي أولادها كتير بيحبوها كتير بيحترموها، هي اللي بتقوله هو اللي بيصير، وهي متفانية مع أولادها وبتحب لهم الأفضل، وشوي مسيطرة مو كتير، يعني الوحيد اللي بتسمع كلمته يعني هو زوجها، هو الأستاذ أسعد فضة، هو الوحيد اللي بيغير له فكرة يعني، أما بدها الشغلة الكل لازم يسمع لها، ومو بالإرهاب يعني، بالعكس بالمحبة يعني، مو لأنه لازم يخافوا منها ولا هي مسيطرة عليه، بالمحبة بتعمل اللي بدها إياه يعني. بس أحيانا في مواقف كتير بتتعرض لها، هي شوي قاسية شوي ما كتير. في أعمال أخرى حضرتك مشاركة فيها الموسم المقبل؟ هلأ في عنا طوق البنات، وفي كمان لسه عم بقرا نص، وهذا من الأعمال اللي أنا حاببتهم هلأ، وفي عملين يعني إن شاء الله تعالى. حضرتك كنت نقيبة الفنانين السوريين، حاليا كيف عم بتشوفي حضرتك واقع هيدي الدراما؟ كيف عم بتشوفيها؟ وهل أنت مع الدراما اللي بتقدم الأزمة أو بتحكي عن الأزمة أم لا؟ هلأ مو غلط نحكي فيها أكيد يعني، لأنه هاي حياة عشناها وتجربة مريرة لساتنا عم نعيشها، لكن أنا مع التروي، لأنه لسه بيطلع بالزوايا المظلمة شغلات كتيرة ما نحكى فيها، هلأ بده ينحكى بعدين، بس بعد قديش؟ هلأ نحن عم نحط الشغلات اللي منعرفها، المانشيتات العريضة، أما بكرة بالزوايا المظلمة بتطلع شغلات فظيعة، هاي بكرة بدها تطلع إن شاء الله تعالى. كثير لأنه هلأ اللي عم يعملوه كلياتهم، إذا بحب ضيف شغلة، كله بيشبه بعض، كل شيء مواقف درامية بتشبه بعض، إنه هون في إرهاب وهون في ذبح وهون في قتل، بس في شغلات أكثر من الذبح وأشد قسوة حصلت، أشد يعني من إراقة الدماء حصلت. نحكى كثير عن إنه المرأة السورية بأعمال البيئة الشامية وظلم لأدوار الأم بالدراما ككل، إنه هي دائما نفس الدور، ما في هذا العمق، كيف بتشوفي حضرتك هيدي الأدوار أو صورة المرأة بالدراما السورية؟ هلأ إذا بقول إنه نحن هلأ مجتمع ذكوري، هلأ من قبل كان دور المرأة يعني أقوى، لكن بالوقت نفسه فيك تجسدي، أنا عم جسد كتير أدوار نساء كتير فاعلات في المجتمع وخاصة بالمجتمع السوري، وبيبين قديش المرأة السورية ما نضحلة في عمق بتفكيرها وبكل شيء يعني. أنا بتقليلي في الأعمال البيئة هلأ ذكرتيها حضرتك، في هيك وفي هيك يعني، كنا بهديك الأيام يعني شوي إنه نحن ننتمي لبيت الرجل وبيت أهل الوحدة، لكن بالوقت نفسه أنا بقول لك ما كلهم هيك، نحن منجسد إنه كله هيك، لا هي مو هيك يعني، كانت تنحل وزارات عندها وبتشيل يعني، كانت بهديك الأيام في نساء بالدولة ومدرسات وطبيبات ومحاميات وكل شيء كان فيه.